ليزي تاون الجديد، الجزء الثاني. واو. هل هذا ما أبدو عليه؟ في الواقع عمي ميلفورد، التمثال أثقل منك. طبعاً، فهذا التمثال مصنوع كله من البرونز. صحيح. أجل. البرونز. أريد انتباهكم رجاءً. صالة عرض البلورة الثمينة التي أحضرتها أنا إلى المتحف فتحت الآن للجماهير. اقتربوا قليلاً. اقتربوا بعد. أجل أجل. توقفوا توقفوا. رجاءً تراجعوا. هيا 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 هيا. أكثر 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 أكثر. هيا 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 هيا. بيكسل، أدر جهاز الإنذار. سأهتم بالأمر. أشعة الليزر. ميلفورد قاربت الثانية وسيصل سبورتاكس في أي لحظة. علينا الاستعداد أمام المسرح للترحيب بضيفنا المميز. ماذا قلت؟ ضيفنا المميز؟ أوي يا لسخافتك، اتبعني. حالا. حسنا، لنجهز كل شيء للافتتاح. سأبقى هنا. هيا بنا. لن أدع مهما حصل هذه البلورة الثمينة تغيب عن نظري. حسنا استنجي. هيا يا رفاق، لننهي تجهيز الصالة قبل وصول سبورتاكس. أجل. هيا بنا. هيا بنا. كم إن هذا مشوق ورائع. هذا شريط الاحتفال. هل تدربت على كيفية قصه؟ هل علي أن أتمرن؟ طبعا ميلفورد، لا نريد أن يقع أي حادث خلال قص الشريط. حتما لا. عمل حارس الأمن لا ينتهي أبدا. استنجي أن يحرص جيداً على البلورة. والآن علي التخلص من هذا الصبي. متنبهاً لكل صوت وكل رأي. حتماً سينجح ذلك. ثلاثة فقط. ثلاثة فقط. يبدو كصوت عملة معدنية. لا لا، علي البقاء هنا. عملة معدنية أخرى. علي أن أجدها. سمعت صوتها، ربما هي هنا. أين هي؟ أين هي؟ إنها في مكان ما هنا. أشتم رائحتها. علي أن أجدها. سمعت صوتها. إنها مسكوكة عام 71 وهي ذهبية. لا 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 لا، قصه بلا باقة. حسناً. هكذا أفضل. علينا أن نجد مقصاً لأن أصابعك لن تفي بالغرض. يا لأشعة الليزر السخيفة، حتما هناك طريقة للدخول. بلورتي.
هذا هاتفك. أظن ذلك. صوته عال. إنه كذلك. ماذا حصل؟ ما زالت هنا؟ علي إطفاء جهاز الإنذار. أنا أطفئه. أيه هو؟ توقف، سيعاودون الاتصال بي. أجل، أعتقد ذلك. سأعيد أشعة الليزر. يا رفاق، هيا استنجي، ماذا حصل؟ كل شيء بخير؟ سمعنا صوت الإنذار. أجل. صحيح، كنت أجربه لمعرفة إذا كنتم أنتم هنا جميعا والبلورة بأمان فعلا. ولما ما عادت البلورة في مكانها؟ ماذا؟ كفى تريكسي، خدعتكم. ها ها، حقا كم أنت مضحكة. آسفة. حسنا يا رفاق، كل شيء بخير. نعم. هيا، ما زال أمامنا عمل. إنهم فعلا مضحكون. لا عجب في أن الأهل مفلسون دوما، فالأطفال يكلفون كثيرا جدا. عملة نقدية، علي الحصول عليها. حتما هناك طريقة لسرقتها. هل هناك زر يوقف الإنذار؟ لن أعبر مجددا. سأحصل عليك أيتها البلورة. يجب أن تكون هنا في مكان ما. لا. علي أن. هذا يلمع. ولكنه ليس عملة معدنية. علي إيجادها. أين هي؟ أين هي؟ أين هي؟ أنت لي أيتها البلورة. أين هي العملة؟ رأيتها. هي قليلا بعد، قليلا بعد. من أجل الذهاب يا ستينجي. حصلت عليها. وأخيرا لقد وجدتها. يا لهذه القطعة المعدنية. فعلا أحسنتم الصنع. انتهينا يا رفاق. لا، إنهم قادمون. علي العودة. سأخفيها في جيبي. علينا أن نبدأ. كل شيء جاهز. الساعة الثانية. تم افتتاح المتحف رسميا. نعم. سيصل سبورتاكس في أي لحظة. نعم. وكل شيء سيسير على الأقل. ما كان هذا؟ ماذا؟ يا ويلي. العملة، المال، القطع المعدنية. ماذا؟ البلورة. لا، مستحيل، لن تخدعوني مرة أخرى. لا ستينجي، اختفت حقا. ماذا؟ البلورة. لقد عاد الصوت مجددا. أين هو هاتفك؟ من قد يكون؟ لا. أين هي؟ أين هي؟ ماذا يحدث هنا؟ أظن أن الصوت يأتي من الداخل. تركت هاتفي في الداخل. صوت الإنذار. الإنذار. ماذا سنفعل؟ لا، البلورة. لا 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 لا. أين هي؟ ولكن أين اختفت البلورة؟ سبورتاكس، أجب سبورتاكس، أحدهم في ورطة. سبورتاكس، سبورتاكس، استيقظ. لقد فقدت قواك، أنت تحتاج إلى حلوى الرياضة. عليك إحضار الدواء المضاد من سكرتك. سأطفئ الجهاز.
ما الذي فعلناه؟ يا جماعة ما الذي يحدث؟ أيها العمدة، لقد اختفت البلورة. اختفت البلورة؟ هذا أسوأ ما حدث في ليزي تاون. أجل، هذا يعني أن لا أحد سيتمكن من رؤية ثوبي الجديد. يجب أن نجدها. علينا. اهدأوا جميعاً، اهدأوا. أين هي؟ أين هي؟ أعرف أنها في جيب أحدهم، ولكن من؟ فلتهدأوا جميعاً. اسمعوا، علينا التفكير جيداً. نحن نحتاج إلى المساعدة، إلى مفتش ربما. مفتش؟ أعرف تماماً ما سأفعل. عفواً، هل طلب أحدكم مفتشاً؟ لقد أتى بسرعة. الأمر مشكوك فيه، باللورة ضائعة. لكن كيف عرفت؟ صحيح، يكمن عملي في أن أعرف، كما أعرف أن هذا الشاب هنا ترك مركزه لمحطة عملة معدنية. لا أصدق ذلك. هذا صحيح. لابد أن هناك لغزاً. لغز؟ لا يمكن لأحد مغادرة المبنى حتى نكتشف ما حصل. أرأيتم؟ أرأيتم؟ أقفلنا كل شيء، فهذه كما ترون ساحة لغز. أوه، الغامض. أجل، لغز. أهلاً، لحظة. صحيح، البلورة كانت هنا وفجأة اختفت. هذا مثير للاهتمام. صحيح، لكن برأيي المتواضع ما يثير الاهتمام أكثر أنك تخفيها في جيبك. زيجي، هذا مستحيل. فعلت ذلك. لحظة، معي فقط مصاصة السكر هذه. وهذا ما قصدته تماما. حاول السارق إخفاءها في جيبك لكن لم تناسبه أبدا، فتخلى عنها نهائيا. لذا هذه الفتاة لابد من أنها ستيفاني سرقتها ووضعتها في جيبها. أنا واثق من ذلك. هيا فتشوها. لكنني لا أملك أي جيب. هذا صحيح، لا أحمل إلا هذه الحقيبة. حقا، وماذا في داخلها؟ حسنا، حبل القفز فقط. أجل. هذا تماماً ما احتجت إليه. حقاً؟ لكي أحل هذا اللغز. ماذا؟ سيساعدني على التفكير. هو يفكر بينما يقفز. ماذا تظنون نفسكم فاعلين؟ تتدخلون في تحقيقاتي؟ أنا المفتش البارع، وهذه جريمة خطيرة للغاية. هل تحاول مهاجمتي؟ هذا الديناصور، هذا ما خطب هذا الرجل؟ كيف أوقفه؟ هذا مصباح ثمين. بسببها حصل كل هذا، سأعيدها إلى مكانها. حسناً. أين؟ لا بأس. حسناً، هنا. جيد، إذن هذا مخلب، أعني دليلاً. حصلت على دليل على أنك أنت من سرق هذه البلورة ووضعتها في جيبك الآخر، أيتها السارقة الصغيرة المحتالة. تريكسي، وكيف يمكنني ذلك؟ أنت للأسف تتكلمين كمجرم بارع جداً. كن حذراً. إنه فوضوي. حسناً، إذا لم تكن معك ولا أنت أيضاً، إذن أنت سرقتها. أنا واثق من ذلك. الشيء الوحيد في جيبي هو آلة الحاسبة 3000. أنا أريد رائعة. بحثت في كل مكان ولا أحد يملكها. حسناً، اسمعوني جيداً، لقد تحققت الآن من الجميع ما عداه هو. اللوحة؟ طبعاً هو الرجل في الإطار. ليس هو من قام بذلك. أنت أيها الرجل في الإطار، أين كنت ليلة الحادثة؟ هل فقد صوابها ماذا؟ الصمت يعني الذنب. إذن الرجل في الإطار مذنب. يا للهول. انظر إلى ما جعلتني أفعل. علي الآن استجوابكم كلكم مجدداً. لا، جاءً مجدداً. أنت لم تحقق معي أنا. تماماً، لقد قلت ذلك فقط لكي تعترف بخطأك. أفرغ جيوبك حالاً، هيا.
في هذا الجيب أضع عملتي المعدنية المخجلة. هذه لي. لا لا لا، أعني الجيب الآخر بكل تأكيد. حسناً، لا شيء هنا سوى هذه البلورة. بلورة سيلي، ولكنها ليست لي. مذنب، أقفلت القضية وسأخذ هذه كدليل. اسمعني جيدا، يحق لك البقاء صامتا، وكل ما تقوله لن نسمع له كونك طفلا صغيرا. حسنا، ولكن هذه ملك سبارتاكس. إنها لسبارتاكس. يا للهول، أتحاول سرقتها مجددا؟ لا. ألا تخجل من نفسك؟ أما أنت فخذ الأطفال إلى مكتبك ولقنهم درسا عن القانون. قادر سيدي. القانون؟ أستأذن. يا للهول ستينجي، أسأت فعلا ستينجي. لن نحصل الآن على متحف لنا. سبارتاكس، يمكنك أن تنجح، تذكر هناك دوما حل. أنا لا أفهم، أنا حقاً لم أسرق البلورة. أنا أصدقك ستينجي، أمر غريب جداً يحصل هنا. هيا بنا يا أولاد. هيا. توقفوا. ماذا؟ ماذا؟ لحظة، عرفت أن هناك خطباً ما. اختفى التمثال وأثار القدمين هذه تقود إلى البلورة. من كان هنا؟ هيا يا رفاق، هيا. نحن نلحق بك ستيفاني. إنه يهرب. استعيدت الطاقة. أليست هذه بلورتي؟ سبارتاكس، نحتاج إلى مساعدتك. سرق المفتش ذاك بلورتك. هيا يا رفاق. حسناً، لنذهب. أنا قادم. ستيفاني، ستساعدك حلو الرياضة. التقطي. لقد فعلت. إنه هنا. حسناً. علي إخفاء البلورة. أين؟ هنا. لا لا، هناك. سأخبئها في الأعلى. هاها. لا. توقف. لا لا لا. انزل. انزل. ابتعد عني. إنه يدفع. ابتعد. هيا. ماذا تفعل؟ لا. ما الذي يفعل؟ نظر. نظر. من لورتي، علي إنقاذها. من لورتي، يمكنني استخدام العربة. رائع. علي إنقاذ البلورة. هيا ستينجي، ستنجح. علي إنقاذها. التقطتها. أجل. رائع. هيا يا رفاق. هيا بنا. هيا. كادت أن تنكسر. التقطتها. أجل. ستنجي. التقاطة جيدة. رامي رامي. يا لهذا الرجل الشرير. أنا لا لا. أنا المفتش. أجل. أنت لست مفتشا. أنت دائما مخطئ. تفضل يا سبارتاكس. شكرا ستينجي. لقد خذلتك فعلا. كان علي الاهتمام بالبلورة بشكل أفضل. لم تخذلني أبداً ستينجي. لا بأس إن ارتكبت الأخطاء. حقا؟ ما دمت تتعلم منها.
أجل. أنت مهم. شكرا لك سبورتاكس. أهلا وسهلا. شكرا يا أصدقاء. أحسنت صنعا ستينجي. أجل. رائع. لنغني هيا. بينج بانج ديجي ديجي دان كلمة غريبة أغنيها. بينج بانج ديجي ديجي دان كلمة أجهل معانيها. تعالوا لنرقص كلنا الحركة تفيد جسمنا. Ugh.